نيتروفيلز المين فانكشن اميونيتي اجينست بكتيريال انفكشن، كيميكالي اتراكتد للسايت اوف انفكشن عن طريق خاصيه اسمها كيموتاكسس. بتؤدي دور مناعي مهم جدا اسمه فاجوسيتوسس، فهي فاجو تعتبر واحده من الفاجوسيتيك سيلز. اللايف سبان بتاعتها من اورز تو دايز، مالتي لوبت اذا كانت سيجمنت، والفصول بتاعتها بتبقى من 3 ل 5، او لو ما كانتش متقسمه بتبقى باند، يعني عباره عن حزمه او حزام. الجرانيولز بتاعتها سمول وتاخد لونين بينك بيربل سيتوبلازم جرانيولز، والباك جراوند بتاع السيتوبلازم بينك سيتوبلازم زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا. الصوره قدامنا لسيجمنت، كل دول سيجمنتس ليه؟ لان في فصوص واضحه جدا وفي نفس الوقت فيها جرانيولز، والجرانيولز سمول وزي ما قلنا انها نيتروفيليك متعادله، يعني واخده لونين بينك بيربل.